السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، نتمنى انكم تكونوا بخير. المهم جيتكم هذا الفيديو من بعد غيبه طويله. انتم ولفتوا عليا مره كنغيب عليكم، وكنتمنى هاد الغيبات اللي كندير ما ينسيوكمش فيا وتبقاو عاقلين عليا. هاد الغيبات اللي ما كانوش لخاطري وما كنتش باغا نغيبهم، الظروف اللي كتحكم، الظروف اللي كتحكم علينا وكتخلينا نبدلو بزاف الحوايج في حياتنا وبزاف الخطط في حياتنا، وهذا علاش غبرت عليكم. والناس اللي متبعيني في القناه كيعرفوا باللي ما كنشاركش كلشي على حياتي الشخصيه، يعني ما كنشاركش معاكم المشاكل الشخصيه ديالي، يعني كنخليها ابار، حتى انا ما كيعجبنيش ندخل ليوتيوب بحال هكا ولا نشوف لي فيديو ونلقى شي وحده ولا شي واحد كيبقى يتبكى ولا يتشكى، حيت كل واحد قاد لي فيه. يعني انا يا برك ليا غير مشاكلي وما نزيدش مشاكل وحده اخرى تاهي نهزمها. كنبغي نضحكو، كنبغي نبدلو الجو، كنبغي نشوف وصفات، كنبغي نشوف حوايج، هادشي اللي كيدخل بنادم باغي يشوفه، ما نزيدش نمرض. المهم ما بغيتش نطول عليكم المقدمه ديال الفيديو وندخل نيشان في الموضوع. فهاد الغيبه اللي طولت، هاد الغيبه اللي غبرت عليكم، ممكن وقعوا شي حوايج في حياتي اللي خلاني نتعلم حاجه وحده، اللي هي جمله خلاتني تكون هادي ديما في بالي وما نساهاش، اللي ما خصكمش نتوما تنساوها، اللي هي حتى حاجه ما كتستاهل، حتى حاجه ما كتستاهل، او بالاحرى حتى واحد ما كيستاهل، ولا حتى حاجه ما كتستاهل اننا نكعاو على قبلها او اننا نتخلقوا على قبلها او لا نخليو بزاف الحوايج في حياتنا تنازلوا عليهم على شي حاجه. مهم حتى حاجه ما تستاهل، حيتاش وما نعطيوش المشاكل اكثر من قيمتهم، حيتاش كاين ربي فوقنا وحاجه سميتها مدبر وحكيم، يعني ربي غادي يسهل، غادي يسهل، وديما تكون حاجه اخرى في بالنا اللي هي نفكر في راسنا هو الاول، حتى شي واحد ما غادي يفكر يسبقك على راسه، ديما سبق راسك على الناس، يعني بالاحرى خصك تكون شويه اناني، تكون شويه الانانيه عندك في تصرفاتك مع الناس، تصرفاتك في حياتك اليوميه تكون شويه الانانيه، حيتاش الا سبقتي ديما سبقتي الناس عليك، نهار اللي غتبغي تفضل راسك غتلقى مشكل معاهم. المهم البنات صافي، دابا عندنا باش نوجد الكسكسو الغدا، كيف ما كتشوفوا راه وجدت كلشي مغوت باش ما نطولش عليكم الفيديو. كنت ديجا خرجت تسخرت، المهم وجدت كلشي هنايا، داك الكسكسو انا ديجا غسلته من خليته كيجي باش ندوزو نديرو الفور. الخضره هنايا درت غير خيزوك راه كيف ما كتشوفوا، ونوريكم هنايا ديجا درت نزيد لكم طبعا ما درت الدجاج والعطريه والبصله وداك الشيء، قلت انا غندير غير الكسكسو بخيزوك راه تفاعيه، انا وجدت تفاعيه وصافي. هذا هو الكسكسو ديالي غادي نوجدو، هذا هو الشيء اللي عطل. المهم مخرين تعطلت، المهم ندوز باش ندوز معكم نصايب باش نسد عليا ملي تلفت مالي باش نصايب هذاك الشيء الكسكسو. صافي هنايا درت انا هنايا الدجاج، انا درت غنديرو بالدجاج، درت نص فريغيل، درت هنايا بصله قطعتها، درت حكيت مطيشه هنايا، درت الخرقوم، بزار، سكينجبير مليحه. صافي دابا غندير هاد هادي انها ندير هاد ندير هاد الدجاج يتشحر، بقى ما درتش الزيت حتى يتشحر مزيان. هنايا البنات راه تقلى هذاك الدجاج، تقلى ليا مزيان. صافي دابا غادي هذاك الريزو غادي نلوحو دابا، وغادي ندير زويته، حيت الدجاج دغيا غادي يطيب، دونك غادي نلوح مع خيزو من الاول. ودرت هنايا قبيطه ديال القزبر والمعدنوس باش نسمو بيهم، وصافي غادي نمرق، غادي ندير مريقه باش يطيبو فيهم. صافي غادي نخلي هادشي يغلى عاد باش ندير البصل من الفوق باش يفور الكسكسو ان شاء الله. صافي دابا غادي نمشي باش نصايب التفاحه، غادي نقطع البصله وندوك ساعه نقول لكم شنو غادي ندير فيها التفاحه، شنو كندير فيها. صراحه كطيب
هذه سهله. صافي هنا غادي ندير الزبيده بالبيه من الفوق والسمن ما نديروش، كندير السمن حتى كنبغي نلوح القرع، تعرفوا القرع هي كطيب. المهم البنات هنا حليته باش يدخل في الفار كامل، ودرت شوف عيني حالته وليت حالتي كيف عاد تخرجت، درت ماسكارا وقاديت وجهي دابا كلشي هبط اصبحوا لي على الوجه حالته. صافي هنا حليته، قلت لكم درت البصله قطعتها هكايا طرونش هكايا، ودرت عليها شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال السكينجبير، والزيت زيت غير عاديه ماشي زيتيه عاديه، ودرت القرفه القرفه قنبيت منها. وصافي درت عليها شويه ديال الماء، عاد تقريبا نص كاس ديال الماء، المهم نتوما كديروا البصله اللي كتكفيكم. صافي كنخليها حبسها في كوكوط باش طيب ليا دغيا. صافي غنخليها طيب ودخلها طيب مزيان وتبان لك دات، عاد نزيد الزبيب. انا الزبيب ديالها في الزيت الزبيب في الزيت وفي الماء. صافي وغادي مني غادي طيب ليا البصله، صافي غنزيد عليها الزبيب وغنزيد عليها شويه ديال العسل باش تخليها تعسل. صافي غادي نوريكم. صافي دابا غندير الصوص ديالي يفور الفوره الاولى. البنات البصله هاكا كتشوفوا راه دارت دخلها طياب، دابا غادي نزيد عليها الزبيب اللي كنت رقدتو، غنزيد عليها العسل. المهم نتوما تقدروا ديروا العسل ولا ديروا سنيده سكر، انا قلت ندير العسل باش يعطيني اللون، على ود انا دايره البصله البصله البيضاء، راكم عارفين اللون ديالها ما كيتبدلش طبيعي ماشي بحال البصله الاخرى الحمراء. صافي غنخليها هنايا تتعسل حتى تولي معسلة ونشوف مرة من الماء. المهم البنات هادي هي الكسايه ديالي، المهم حتى حنايا غير انا وشهاد واسيا، يعني غنتغدى ما بغيتش نسقي بزاف، اللي يقول ليوسف من بعد عاد من تيجي باش نسخن ليه باش نسقي ليه. وصافي هادا هي غديوتنا وشكل البان صافي ماشي الكايب. المهم كسكسي على قد الحال علاج مامي سير وصلت ليك وصلتيهم مسحتيهم ماما وصلتهم في المدرسة ملي وتجيو للدار توصلو ماما يدينا